السلام عليكم متابعينا، أهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر رايز. نستكمل الحلقة السابقة أصدقائنا ونختار مهمة جديدة اكتمال المهمة الرئيسية. هذا تبقى واحد من المهام. نذهب لفتاة المهام مهام القرية. اوكي، المستوى الأول مشاعر الغضب الفطري. اوكي، نختار هذه المهمة. أموال المكافأة 240 زيني. الحد الزمن الأقصى 50 دقيقة. قدم 8 من الفطر الفريد. اوكي، نختار هذه المهمة. Don't forget to eat. تقول لنا لا تنسى أن تأكل. حسنا، نذهب لبوابة المهام من أجل الذهاب لبدأ المهمة. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصل لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات القلوب الصفراء ودعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة أول بأول. حسنا، بدأ المهمة الآن. حد الزمن المهمة 50 دقيقة. مهمتنا الآن هي تجميع الفطر الغريب، هذا الفطر الفريد، عدد 8. حسنا، نجمع 8 من الفطر الذي نستطيع تسليمه للمهمة. حسنا، كما ترون على الخريطة النقاط الخضراء هي الفطر المطلوب تجميعه. حسنا، نصعد إلى المنطقة الثالثة أولا. نقوم بتجميع بعض الفطر. حسنا، نذهب مباشرة إلى المنطقة الثالثة. نقوم بجمع بعض الفطريات. تجنب الوحوش أو الضواري الغريبة هنا في هذه المنطقة. حسنا، أين الفطر؟ أوكي، نصعد إلى الأعلى هنا. على ما يبدو أنه في الأعلى. لم نحصل عليه. حسنا، ليس هذا. أوه، حصلنا على 2 فطر فريد. أوكي تمام، نستمر بالتقدم في هذا المكان. أوكي، ننزل إلى الأسفل الآن. نتقدم إلى المنطقة التالية التي يوجد بها فطر فريد. حسنا، نبحث عن الفطر. مطلوب منا تجميع 8 من هذا الفطر. يوينك. نسيج عنكبوت. اوكي، حسنا، نتقدم. حتى نجد بعض الفطر. حصلنا على بعض العسل. اوكي، حتى الان فقط جمعنا 2 من الفطر الفريد المطلوب منا تجميعه في هذه المهمة. حصلنا على عشبة. حسنا، نحتاج إلى المزيد من هذا الفطر. يوينك. حسنا، أستطيع الصعود من هنا. من هنا أيضا. حتى الآن لم نجد سوى 2 من هذا الفطر العجيب الفريد. نبحث في منطقة أخرى. عن الفطر الفريد. خلينا نستمر في البحث. حسنا، نحتاج إلى مكان نستطيع الصعود منه للأعلى. حسنا، نلتف ثانية من المنطقة الأخرى. حسنا، نسرع قليلا. حصلنا على حشرة الحرير.
حسنا، تقدم أصدقاء من المنطقة الرابعة. Gotcha. نحاول الحصول على ماذا؟ نحاول الحصول على فطر الفريد. حسنا، على ما يبدو يجب أن نلتف. نصعد للأعلى في المنطقة، ليست في المنطقة نفسها هنا مباشرة. لن يكون بهذه السهولة الحصول على هذا الفطر، فطر الفريد. اوكي، نلتف ثانية، نستمر بالصعود إلى الأعلى، نلف ثانية. حسنا، ننزل إلى الأسفل من هنا. حسنا، الآن نتقدم بحذر حتى لا نسقط. فطر أزرق. حسنا، نبحث، ما زلنا نبحث عن فطر الفريد. حسنا، عنصر فريد، مستوطنة الفطر. أحد الوحوش يهاجمنا. حسنا، ننزل نهاجمه، نقضي عليه أصدقائنا. الذئب أيضا يهاجم القط. حصلنا على 2 من الفطر في هذه المنطقة الغريبة. Pay attention to your stamina. نحصل على عناصر من الأوزيتشي والأوزيتشي لا. اوكي، نصعد على الولف الذئب. اوكي حسنا، نستمر بالتقدم من هنا. يوجد اعتقد هنا فطر فريد ايضا في هذه المنطقة، كومة خردة. اوكي حسنا، تجنبها. حسنا، ها هو الفطر الفريد الاخر هنا. حصلنا على 6 من الفطر الفريد، متبقي فقط 2. نجمع العدد المطلوب. اوكي، نعود ثانية للبحث عن الفطر الفريد في هذه المنطقة، لأنه يوجد الكثير من الفطر الفريد في هذه المنطقة. حسنا، نلتف، نلف ثانية. حسنا، نستمر في تقدم أصدقائي، نبحث عن فتحة أخرى. حسنا، نعود ثانية. ها هو الطريق من هنا. Gotcha. نبحث عن أي فتحة توصلنا للمنطقة التي أريدها. حسنا، فطر أزرق. يجب أن يكون في هذه المنطقة قريبا، في هذه المنطقة قريب فطر فريد. حسنا، رغم اقترابنا بشكل كبير منه، كان لا يوجد شيء.
حسنا، يجب أن نلتف ثانية. أسرع قليلا. حسنا، نبحث عن فتحة ندخل منها. حسنا، ها هي الفتحة. استمر بالتقدم أصدقائنا. يوجد المزيد من الفطر في هذه المنطقة. نتقدم. لا، فطر أزرق عادي هذا. أخيرا حصل على الفطر الأخير، الفطر الأزرق. تمام، تم تجميع عدد 8 من الفطر. انتهت المهمة بنجاح أصدقائنا. لقد قمنا بتجميع عدد 8 من الفطر. تبقى 10 ثواني فقط للعودة إلى القرية. حسنا، هكذا تكون اكملنا مهمتنا الثانية بنجاح أصدقائي. Quest complete. اكتملت المهمة بنجاح. حسنا، نحصل على كل العناصر التي حصلناها. اختار خروج. اوكي تمام، نعود الآن إلى القرية. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول. ولا تنسوا اللايكات والكومنتات والقلوب الصفراء والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة أول بأول. حسنا أصدقائي، الآن تنتهي الحلقة من لعبة مونستر هانتر رايز. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.